اكسبلوريشن ريجوليشن. يبقى this is the most important. اهم حاجه عندك ريجوليشن، دايما له الاولويه في الاسئله وله الاولويه في الحاجة. بعد ريجوليشن نروح للجاز ترانسبورت في بودي بلاد، ده جزء من الريسبيريشن. يبقى اهم حاجه بالنسبه للشورت ريسيو والكوايت الكلام ده، اول حاجه ريجوليشن اوف ريسبيريشن. خلصت ريجوليشن اوف ريسبيريشن اروح بعد كده للجاز ترانسبورت اللي هو الاوتو ترانسبورت والسو اوتو ترانسبورت. دول اهم جزئين في الريسبيريشن. فلو سالنا نفسنا سؤال كده وقلنا وات ذا موست امبورتنت سيستم ان يور بودي، البودي بتاعنا في اباوت كام؟ 11 سيستم. وات ذا موست امبورتنت وان؟ وات ذا فايتال وان؟ مين اهم واحد للحياه؟ اسينشال. هم كلهم اسينشال فور لايف ما عدا الريبرودكتيف. الواحد ممكن يعيش من غير الريبرودكشن خالص. فانا بقول مين الموست امبورتنت بقى؟ اهم واحد مين؟ كاني بسالك سؤال، لو انت شاكك ان واحد ميت ايه اول سيستم تدور عليه؟ كارديا؟ هو الريسبيراتوري سيستم. هو الريسبيراتوري سيستم. ليه الريسبيراتوري سيستم ذا موست امبورتنت وان؟ ليه؟ ليه مش الكاردياك؟ الكاردياك ما يشتغلش من غير الريسبيراتوري. الكاردياك بيشتغل عباره عن ها بامب وديستريبيوشن. هيعمل ديستريبيوشن والبامب وداوت اوتو ازاي؟ ما ينفعش. ولذلك ها في الفيرست ايد ميجر اول حاجه مين؟ ايرواي. طب وتاني حاجه؟ بريدنج. يبقى الاثنين تبع مين يا شباب؟ تبع الريسبيراتوري. يجي رقم ثلاثه السيركيوليشن، لان السيركيوليشن ما ينفعش يشتغل من غير مين؟ من غير غذاء. مين اللي هيديله الغذاء؟ الريسبيراتوري سيستم. ما هو الغذاء عباره عن اللي هو الفور ستاف اجزاء الاكل مع ها البيرنر بتاعها. مين البيرنر بتاعها؟ الاوتو. وداوت اوتو نو لايف. يبقى اللي انا عاوز اقوله ان الريسبيراتوري سيستم از ذا موست امبورتنت سيستم ان اور بودي. ليه؟ لان هو فوق كل حاجه، فوق كل حاجه. فنبدا نشوف الاوبجيكتيف اللي عندنا. بيقول اوبجيكتيف بسيط خالص، ليست ذا سنتر اوف ذا سي ان اس انفولفد ان ريجوليشن اوف ريسبيريشن. والحاجه الثانيه اكسبلين ريجوليشن اوف ريسبيريشن. يبقى تقول السنترز وتقول ازاي بيحصل ريجوليشن لمين؟ للريسبيريشن. فلو عملنا انتروداكشن، ايه الفانكشنز اوف ذا ريسبيراتوري سيستم؟ انت قاعد تقول هو الموست امبورتنت سيستم، هو الفايتال سيستم، هو الفيرست ايه؟ كل ده ليه؟ ايه الفانكشن بتاعت الريسبيراتوري سيستم؟ الالتيميت فانكشن عباره عن مين؟ جاز اكستشينج، تبادل غذاء. جاز اكستشينج بتوين مين ومين؟ بتوين ها ذا اتموسفير اند ذا تيشو. مرورا بمين؟ باللنج والكارديو فاسكولار سيستم. يبقى ذيس از the ultimate functions of the respiratory system. يبقى هي عملية تبادل غذاء، gas exchange ما بين الأتموسفير والبادي تيشوز. بس علشان أصل للتيشوز بمر بمرحلتين مهمين جدا. مين ومين؟ اللنج وبعدين الكارديو فاسكولار سيستم. يدوني الديفرنت ديفيجن بتاعت الريسبيراتوري سيستم. الأجزاء المختلفة بتاعت الريسبيراتوري سيستم. فأول ديفيجن حاجة اسمها اكسترنال ريسبيريشن. اول ديفيجن اسمه يا شباب اكسترنال ريسبيريشن. يعني ايه؟ يعني عمليه اكستشينج اوف اير بين مين ومين؟ بين الاتموسفير والبلاد. اتموسفير والبلاد، اكستشينج اوف جازس ما بين الاتموسفير والبلاد مرورا بمين؟ باللنج. علشان نفصصه اكتر نقول ان الاكسترنال ريسبيريشن هيبقى جزئين. حاجه اسمها بالمونري فنتيليشن. بالمونري فنتيليشن يعني تهويه رئويه، يعني بدل الهواء بس. يبقى اكستشينج اوف اير ما بين الاتموسفير واللنج. ده كده بس اسمه ايه يا شباب؟ بالمونري فنتيليشن. كان الاوضه ديت اللنج وده الشارع بره. افتح الشباك يقول لك هوي الاوضه. هوي يعني فنتليت. بس الفنتيليشن لمين؟ للروم ولا لللنج؟ فسموه بالمونري فنتيليشن. يبقى البالمونري فنتيليشن عباره عن ايه؟ تبادل الهواء ما بين الاتموسفير وما بين مين يا شباب؟ وما بين اللنج. الجزء الثاني انك تبادل بقى الاكسجين او تبادل الغازات اللي موجوده في الهواء مع الدم. فبسموها ايه ديت؟ ها؟ بالمونري جاز اكستشينج. يبقى اكستشينج هو في البلاد جازس او الجازس ها بتوين الاير. موجود فين الاير ده؟ في البالمونري الفيولاي. ومين؟ ها والبلاد اللي موجود فين يا شباب؟ في البالمونري كابيلاريز.
في البلمونري مين؟ كابيلاريز. يبقى ده على بعضه كده لسه ما وصلش النسيج، فقاموا مسميينه اكسترنال ريسبيريشن. يبقى اكسترنال ريسبيريشن يا عبد العزيز هو عباره عن عباره عن مين؟ جاز اكستشينج بين مين ومين؟ ها؟ ما بين الاتموسفير وما بين البلاط. طيب قسمته لمين؟ بالمونري فنتليشن، تهويه رئويه، دخول وخروج الهواء من الرئه بس، ما عملش اي حاجه، هواء دخل وهواء خرج. طب واثناء الدخول والخروج حصل مين؟ بالمونري جاز اكستشينج. طب انا عملت تبادل غازات فين؟ في الدم اللي في الرئه، في البالمونري كابيلاريز. طب انا عاوز الاكسجين لاستباع رجل الصغير اللي تحت، اوصله ازاي؟ يجي بحاجه اسمها ريسبيراتوري فانكشن اوف ذا بلاد، اللي هي ترانسبورت اوف بلاد جاز. يبقى ده الجزء الثاني من ريسبيريشن، اسمه ايه ده بقى؟ ريسبيراتوري فانكشن اوف ذا بلاد، انك تشيل الغازات ما بين الديفرنت تيشوز. هتشيلها على الهيموجلوبين، هتشيلها دايبه في البلازما، هتاخد الكلام ده ان ديتيلز. حاجه اسمها ترانسبورت اوف البلاد جازز. بعد كده الجزء الاخراني اسمه انترنال ريسبيريشن. انترنال ريسبيريشن يعني الفاينل ايم بتاعه الاكسجين اللي داخل جسمك ايه؟ اليوز فور اوكسيديشن اوف الكونستر. في وجود الريسبيراتري مين؟ في وجود الريسبيراتري انزيم. ده مش هناخده عندنا. ده على مستوى البايوكيمستري. امال اللي عندنا مين؟ الحاجات دي. يبقى انت هتاخد اول جزء في الريسبيريشن اسمه بالمونري فنتليشن، والعوامل اللي بتاثر على البلمونري فنتليشن، وازاي الهواء بيدخل، الميكانكس اوف بلمونري فنتليشن، كل ده هتاخده ضمن الجزء الاولاني اللي هو الاكسترنال ريسبيريشن. خلصته هتروح لحاجه اسمها بلمونري جاز اكستشينج، فاكتورز افكتنج البلمونري جاز اكستشينج. ثرو مين؟ ثرو مين يا شباب؟ البلمونري كابيلاري او الالفلابول. ايه العوامل اللي هتاثر على تبادل الغازات؟ لو انا سالت ايه فاكتورز افكتنج البلمونري جاز اكستشينج؟ السؤال ده حد بعته لي على الايميل امبارح. ها؟ سيرفيس. هل هو مهم ولا مش مهم؟ ها؟ هو ايه اللي هيحصل؟ انت هتعمل جاز اكستشينج. اكستشينج اوف ايه؟ اوف جازز. من ايه؟ من الريسبيراتري ممبرين. يبقى انت تو مين فاكتورز؟ اول حاجه البروبرتيز اوف ذا ريسبيراتري ممبرين. لازم تبقى عارف الخواص بتاعت الريسبيراتري ممبرين اللي هم اثنين مالهمش تالت. سيرفيس اريا والثيكنس. دول مين بروبرتيز اوف ذا ريسبيراتري ممبرين افكتنج مين؟ ها؟ افكتنج مين؟ الجاز اكستشينج. طب مين اللي هيعدي من الممبرين يا عبد الرحمن؟ الجازز. يبقى لازم حاجه اسمها بروبرتيز اوف جاز. البروبرتيز اوف جاز مش عاوزين الرولز بتاعت الجاز الداينامكس، لا الفيزكس، لا احنا عاوزين خواص الغازات اللي هتساعدك بس في الفهم بتاع الجاز اكستشينج اللي هم مين؟ البارشال بريشر بتاع الجاز فيري فيري امبورتنت، لازم يكون في ضغط. الضغط اسمه ايه؟ بارشال بريشر، الضغط الجزئي. الضغط الجزئي يعني ضغط الاكسجين في الهواء كله. الاكسجين جزءه عامل ضغط فين في الهواء كله اسمه بارشال بريشر. البارشال بريشر اوف CO2 وذاوت بريشر ديفرنس نو ترانسبورت. وذاوت بريشر ديفرنس نو مين؟ نو ترانسبورت. طب وبعد ذلك؟ ها؟ هيعدي ازاي؟ اسمها مين؟ ليبيد سولوبيليتي اوف دي جاز. ليبيد سولوبيليتي اوف مين؟ اوف دي جاز. ومين كمان رقم ثلاثه؟ المولكيولار ويت بتاع الجاز. يبقى ذيس ار فاكتور افكتنج مين؟ فاكتور افكتنج مين؟ البلمونري جاز اكستشينج. بيج هيدن اول حاجه بروبرتس اوف ذا ميمبرين سيرفيس اريا اند ثيكنس، والحاجه الثانيه بروبرتس اوف دي جاز نقصد بيها مين؟ بريشر او البارشال بريشر او البريشر جريدينت والليبيد سولوبيليتي والموليكولار ويت بتاع الجاز. يبقى ذيس از ذا فاكتورز. لكن بقى بويلز لو ومش قوانين الغازات مش عاوزينها خالص. اتمنى تكون الرساله واضحه. بعد كده لو خدنا الكلام اهو ديت اللنج، ها وده السيركيوليشن كارديوفاسكولار وده التشو. اول حاجه اكسترنال ريسبيريشن يعني بالمونري فنتليشن، تهويه رئويه، دخول هواء وخروج هواء بس. ده اسمه بالمونري مين فنتليشن. بياخد اكسجين، بيدخل اكسجين 200 مللي 250 مللي بير مينت، فيري امبورتنت رقم مهم جدا. طب بيطلع ثاني اكسيد الكربون قد ايه؟ 200 مللي في الدقيقه، رقم مهم جدا. This is mean pulmonary ventilation، دخل الهواء وخرج هواء. هواء وهواء بس التركيبه مختلفه. طب وبعدين؟ الجزء ده ان الدم يصل لللنج اسمها بيرفيوجن، يعني التغذيه الدمويه مش كده؟ وده مين؟ فنتليشن. يبقى حاجه اسمها فنتليشن بيرفيوجن ريشيو.
النسبة ما بين الهواء والبلد. اللي هيحصل معها مين يا عبد الله؟ بالمونري جاز اكسشن، ده الجزء الثاني. بالمونري جاز اكسشن دي بتوين الالفولار اير ريليشن اند بالمونري بلد. طب انت عملت التبادل هنا اهو، واقف الاكسجين هنا وثاني اكسيد الكربون واقف تحت. لازم تعمل موفمنت لغايه ما توصله للنسيج، يبقى ريسبيراتوري فانكشن اوف ذا بلد. واخيرا هتعمل مين يا شباب؟ الانترنال ريسبيريشن. يعني ايه انترنال ريسبيريشن؟ انك خدت الاكسجين من عند الرئه ووصلته لغايه النسيج. هتحط عليه مين؟ المواد الغذائيه في وجود الريسبيراتوري انزايم، هيطلع لك ميه وثاني اكسيد الكربون وانرجي. الانرجي فايتال، يعني حاجه اسينشال فور لايف. ثاني اكسيد الكربون لو سبته هيعمل مين؟ بي اتش ستيربنس، هيلخبط البي اتش، يحصل سيفير اسيدوزس، ماست بي ريموفد. ريموفد منين؟ من التيشو عشان اطلعه للشارع. يبقى كان الاكسجين دخل من الشارع لمين؟ للتيشوز. وثاني اكسيد الكربون خرج منين يا شباب؟ من التيشوز للشارع. باي ذا واي اوف ذا لانج اند الكارديوفاسكولار مين؟ الكارديوفاسكولار سيستم. ده للشباب. نروح بعد كده للجنرال ميكانيزم بريزنج. ده اهم حاجه في المحاضره. السؤال الشهير في المحاضره دي يقول جينيسيس اوف ريزميك ريسبيريشن، يعني قول لنا بعد اذن سيادتك ازاي التنفس المنتظم وقت الريست بيحصل. جينيسيس اوف ريزميك مين؟ ريسبيريشن. هيحصل ازاي؟ فبنقول علشان اتنفس لازم يدخل هواء. علشان اتنفس لازم يا شباب يدخل هواء. الهواء هيدخل ازاي؟ اول حاجه فيزيكال لو لازم يكون there is a pressure difference، فرق في مين؟ في الضغط. مش هيتحرك اي هواء او غاز او سائل او اي حاجه without pressure difference. فاول حاجه لازم يبقى يحصل مين يا شباب؟ pressure difference. يعني ايه pressure difference؟ فرق في الضغط. طب اجيب الفرق الضغط ازاي؟ الاتموسفير ماله؟ صفر بالنسبه لنا، صفر الستاندرد بتاعنا صفر. طب وهو جسمك صفر، عمر الهواء ما يتحرك لا من جوه ولا من بره. عاوزين ندخل هواء منين؟ ها؟ من بره لجوه. ازاي؟ تو ويز، طريقين ما لهمش تالت. الحاجه الاولانيه انت هتعمل مين؟ البيتك بتاعك هتعمل بريشر ديفرنس، مش كده؟ فاول حاجه انك تزود البريشر بره. ينفع؟ ازود البريشر؟ اه، حاجه اسمها بوزيتيف اير واي فنتيليشن. في الناس اللي عندهم باراليسيس، عندهم شيست وول باراليسيس، عضلات التنفس ميتة بارالايز، فما تقدرش توسع، فلازم تدخل هواء بمين؟ بالبوزيتيف اير واي فنتيليشن. لكن الفسيولوجي ما بيقول كده، الفسيولوجي بيقول لك ايه؟ سيب اللي بره زي ما هو، لكن نقص اللي جوه. هنقص اللي جوه ازاي؟ ديكريز الانترا بالمونر بريشر او الانترا الفولار بريشر. البريشر جوه البالمونر الفيولاي هيقل ازاي؟ انك توسع المسافه. ده اسمه بويلز لو، قانون مين؟ قانون لازم. كلما زادت المساحه او الحجم قل الضغط. بمعنى لو افترضنا ان هنا الوقت 70 طالب، ال 70 في الغرفه دي بس، كل طالب مننا بيضغط على الجدار، يخبط في زميله ويضغط على الجدار، ده عامل بريشر، مش كده؟ طب لو خدنا ال 70 وحطيناهم في اوضه ضعف الاوضه دي، الضغط على الجدار وعلى زمايلنا يبقى ضعيف ولا زياده؟ ضعيف. نفس الفكره بالظبط. فانا اللي بعمله في عمليه التنفس كلها اللي انا بعمل حاجه اسمها كرييشن اوف بريشر جريدينت. بريشر جريدينت يعني ايه؟ يعني اقلل مين؟ ها؟ البريشر جوه جسمي، الانترا ها؟ بالمونر بريشر او الانترا الفولار مين؟ هاو ات كم؟ هتقلله ازاي؟ ها؟ باي ذا واي اوف ها؟ مين يا شباب؟ اه الريسبيراتوري ماسلز. يبقى الريسبيراتوري ماسل هتعمل ايه؟ وات از ذا مين اكشن اوف ريسبيراتوري ماسل؟ جاست وان اكشن، ات تشينج ذا فوليوم اوف ذا لانج اند شيست. بس ما جعل الريسبيراتوري ماسل الا من اجل تغيير حجم الشيست اللي جواه مين؟ اللي جواه اللانج. طب هتعمل ايه؟ اقول والله عندي حاجه اسمها الديافرام، لما يكون تراكت هيدسند داون وورد. لما يدسند داون وورد يزود الفيرتيكال دايمتر اوف ذا تشيست. This is the main muscle of respiration. لوحده مسؤول عن 75% من التنفس، ولوحده bilateral innervated من الكورتكس ده والكورتكس ده. ليه؟ علشان اضمن ان ما يحصلوش paralysis مع اي شلل او اي حاجه. يبقى الدافران is the major او المين مين muscles of respiration، مش inspiration، بتكلم respiration. يعني لما ينقبض هينزل لتحت.
يزود الفيرتيكال دايما، ولما يحصل له ريلاكسيشن يطلع لفوق يقلل الفيرتيكال دايما. يقلل مين؟ الفيرتيكال. طب والترانزفيرس دايامتر والانترو استيرو دايامتر هتجيبه منين؟ هجيبه من العضلات اللي بين الريبز وبعضها، الانتركوستال ماسلز. في عضله اسمها اكسترنال انتركوستال ماسلز، الدايركشن بتاعها كده، ها فروم الريب اب تو الريب داون داونورد اند فورورد. لما بتحصل لها كونتراكشن بتعمل ايه؟ بوشنج ذا سترنم فورورد، وتعمل مين؟ ها ايفرشال للريب، ايفرشال للريب. لما تبوش الاسترنم فورورد وسعت الانترو استيرو دايامتر، ولما تعمل درب لما اعمل له ايفرشن لبره ازود مين؟ ترانزفيرس دايامتر. يبقى انا كده عملت مين يا عبد الرحمن؟ انكريز اول دايامتر اوف ذا تشيست عن طريق الريسبيراتوري ماسل، زودت الفيرتيكال دايامتر ثرو كونتراكشن اوف ذا ديافرام، زودت الانترو استيرو دايامتر اند ترانزفيرس دايامتر ثرو مين؟ الاكسترنال انتركوستال ماسل. لما حصل ان المساحه زادت الهواء اللي جوه قل، فضغطه على الجدار قل، يقوم يقل الانترا بالمونري بريشر. يقل عن بره بكام يا شباب؟ ماينس 2. يعني اصبح اقل من بره بواحد ونص لاثنين، خلينا في اثنين. يعني ايه اقل من بره باثنين؟ ما فيش حاجه اسمها ضغط بالسالب، هو ماينس 2 ان ريليشن تو ذا اتموسفيريك بريشر. ان ريليشن لمين؟ للاتموسفيريك بريشر. واحد يقول لي انت وسعت الشيست، طب اللنج وسعت ازاي؟ اقول له خلي بالك ان اللنج انكلوزد بمين؟ بالبلورا، فيزرال لاير ماسكه في اللنج وبرايتال لاير ماسكه في الشيست. لما بتشد البرايتال لاير فصلت البرايتال عن مين؟ عن الفيسرا. بس هل هوا دخل جوه البلورا؟ لا، ده يديك النيجاتيف انترا بلورا. ايه قاعده النيجاتيف بريشر؟ انك تعمل سيبريشن من غير ما تدخل هوا. عاوز تعمل ضغط سالب، هتعمل ضغط سالب ازاي؟ هات كيس مقفول من ناحيتين وشد من جوه كده. ايه اللي يحصل؟ كل ما تشد بيلزق في بعض، لان في ضغط مين؟ بالسالب. يبقى الانترا بالنورا البريشر سالب ليه؟ ها؟ علشان عملت سيباريشن للتو لير وذاوت انتري اوف اير. طب عملت سيباريشن للتو لير ازاي؟ اقول له في الاستيست للشيست لبره، الشيست بتمدد لبره، العضلات بتشد لبره، واللنج بتشد لجوه، عاوز تعمل ريكويل. فالاثنين يفصلوا بعض عن بعض، يبقى عندك بوتنشال سبيس وذاوت انتري اوف اير، يقوم يديك نيجاتيف مين؟ بريشر. هل الانترا بالورال بريشر مي بي بوزيتيف؟ لا. يبقى بوزيتيف. ما انا لسه بقول اهو انك عملت سيبريشن من غير ما تدخل هواء. لو حصل ان البلورة اتخرمت يدخل هواء يقوم يحول الانترا بالورال بريشر الى بوزيتيف بريشر، وفي الحاله دي يحصل مين يا شباب؟ بالنفس لله. يبقى انت عملت ترانسميشن للتشينجز في الفوليوم بتاع الثوركس انتو ترا تشينجز في الفوليوم بتاع اللنج باي ذا واي اوف ها الانترا بالورا المين؟ الانترا بالورا البريشر. معايا يا شباب؟ سهله؟ امتى اخلي الانترا بالورا البريشر بوزيتيف كمان مره؟ فيسيولوجيكال. ها؟ يلا يا شباب انا كل ده بقى احاول امط شويه، المحاضره قصيره احنا قاسمهم اثنين فهي قصيره ومش عاوز الناس تيجي بعد كده ما تفهمش حاجه. لو في قلق بس محدش معاه قلق يا شباب. شاهد دمك على طول يا سلام. بصوا يا شباب ديت اللارج مش كده؟ ودي البلورة، هنا الشيست وهنا مين؟ اللارج. انت بتقول الضغط هنا سالب، كلمة سالب يعني ايه؟ بلو دي اتموسفيريك بريشر. يعني لو اتموسفيريك بريشر صفر يبقى ده سالب كام؟ سالب 2 او سالب 3. البريشر النيجاتيف البريشر هنا بيعتمد على مين؟ على السيباريشن والابسنس اوف مين؟ السيباريشن جه منين؟ الشيست عاوز يتمدد لبره. لو قطعت هنا تلاقي العظم يطلع لبره، او الاسيست بتاعت الشيست عاوز يطلع لبره، واللنج عاوزه تنكمش لمين؟ ده يشد لبره وده تشد لجوه، يحصل سيباريشن وداوت اير يديني نيجاتيف مين؟ بريشر. القيمه بتاعت النيجاتيف انترا بالورال بريشر بتعتمد على ايه بقى؟ على الديجري اوف سيبريشن. يعني ايه الديجري اوف سيبريشن؟ كل ما تزود المسافات كل ما الضغط السالب يزيد. يعني في الانسبيريشن ايه اللي يحصل؟ داود الشيست يتمدد صح؟ يتمدد كتير قوي. اللنج تتمدد بس جزء صغير.
بس المسافه زادت ولا لا؟ يوم يوصل لسلسل انا بتكلم انسبيريشن عادي. في الانسبيريشن عادي الشيست اتحرك او ده الشيست الجديد مش كده؟ وصل هنا اللنج اتمددت ولا لا؟ اتمددت لان في هواء دخل اير دخل فاهم ازاي؟ اللنج اتمددت تبقى هنا كام؟ ها؟ دي المسافه بتاعتي الجديده اهو سلسل. اقدر اوصله سالب 30 ازاي؟ حاجه اسمها فالسالفا مانوفر. انك تعمل ايه؟ اهو خلي الشيست ماله؟ مد. الشيست مد اهو مش كده؟ المفروض اللنج كانت تنتفخ ولا لا؟ علشان الهواء كان بيدخل. لا انا هسكر ده. فالسالفا مانوفر انك تعمل بلوك للجلوتس ما تدخلش هواء وتخلي عضلات الشيست بتاعتك تفرد الشيست. يبقى انت كده فردت مين بس؟ الشيست. هل اللنج اتمددت هنا عشان تقلل المساحه؟ لا، تقوم يوصل البريشر هنا لكام؟ سالب 30 او سالب 40. ده اسمها فالسالفا مانوفر. فيري ديفيكولت انك تمنع دخول الهواء وتخلي الشيست يفرد. نفس الفكره لو واحد بيشيل قفل هتعمل ايه؟ ده مين؟ ها النورمال اهو ان الشيست يعمل كومبريشن والهواء يخرج تقوم اللنج تعمل مين؟ ريكويل. يبقى المسافه موجوده بس تبقى سالب 3 في مين؟ في الاكسبيريشن. في الاكسبيريشن الشيست تمدد او انكمش، سوري، حصل له كومبريشن، اللنج انكمشت والهواء خرج. امتى خلي البريشر ده بوستر بقى؟ ها نفس الفكره اهو. ده مين؟ ده اللنج. او خلي الشيست ده ينقبض على الاخر كده ماشي، قللت المساحه خالص اهو بس تمنع خروج الهواء. اسمها مولرز اكسبيرمنت اللي هو الجرانتنج، او ان هو يعمل يخلي عضلات الشيست تضغط جامد من غير ما يخرج هواء منه واللي بيشيل الحديد. ايه اللي بيحصل هنا؟ انت الشيست ضاغط جامد ولا لا؟ ضاغط عضلات الشيست ضغطه بقوه شديده جدا. هل في هواء خرج من اللنج؟ ما خرجش. الا تبقى اللنج فضل زي ما هي، كانت المفروض تتحرك عشان تجيب مسافه، ما جابتش مسافه فحصل بوست بريشر. يوصل لكام يا شباب؟ يوصل لبوست 40 او بوست 35. اتفهمت الفكره؟ يبقى اللي انا عاوز اقوله بالكلام ده كله ايه؟ ان عضلات الشيست شغاله هنا هتعمل تشينج في الشيست فوليوم. هذا اللي تشينج باي ذا واي اوف تو لاير اوف بلورا ويل بي ترانسميتد لمين؟ ها لللنج. يبقى تعمل تمدد، اللنج تتمدد، البريشر يبقى سالب 2 يدخل هواء. ماشي يا شباب؟ ازاي الكلام ده بقى بيحصل؟ ده اللي انا عاوز اقوله. الجينيسيس اوف بريزن النورمال ميكانيزم ريسبونسبل فور جينيريشن اوف ريسك بريزن. حد يقدر يقولها لي؟ مين يقدر يقولها لي يا شباب؟ انا عاوز حد يقولها، انا قلتها في وسط الكلام. هو بريزنج يعني ايه؟ بريزنج يعني ايه؟ يعني اير اكسشينج انتري واكزيت اوف اير. هذا الاكسشينج هيحصل امتى؟ في وجود حاجه واحده بريشر ديفرنس او بريشر جريديان. اتفقنا انسايد اور بادي هاو وي كان ريتش ذيس بريشر جريديان باي كونتراكشن اوف ريسبيراتوري ماسلز. طب مين اللي هيشغل الريسبيراتوري ماسلز؟ الريسبيراتوري سنتر. الله ينور عليك. يبقى في هنا البدايه عندي فيه ها مين؟ الريسبيراتوري سنتر. فين؟ في البرين ستيم. فين؟ في المدربه الفقريه. يبقى الجينيسيس اوف ريزميك ريسبيريشن ستارتد وذين مين؟ المدربه الفقريه. ده سؤال في الام اس كيو. البيس ميكر بتاعت الريسبيريشن بريزنت فين؟ ها في المدله الاوبلجاري. هتعمل ايه؟ يحصل لها ستيميليشن، نشط مش كده؟ نشطت ازاي؟ عندها سيلف انديوزد اكشن يبقى تلقائيا شغاله، تشتغل كل يوم 25 ساعه. ليه؟ لان عندها سيلف ها اوتوماتيزم شغاله لوحدها. يبقى تنشط الريسبيراتوري سنتر في المدله الاوبلجاري ثرو سيلف جينيريشن اوف اكشن بوتنشال لايك مين؟ الاس نوت في الارض مش كده؟ لما تنشط ده مين؟ ده السباينال كورد اهو. وده مين في السباينال كورد؟ ها؟ ده القد سيكشن في السباينال كورد. هنا ده دورزال هورن وده فينترال هورن مش كده؟ في خليه اسمها الانتيريور هورن سيل، خليه القرن الامامي. انتيريور هورن سيل يعني السيلز اللي موجوده في الانتيريور هورن والسباينال كورد. الانتيريور هورن سيل ديت هتطلع بعصب تروح لمين؟ للسباينال ماسلز.
الريسبيراتوري مثلا هيعمل ايه؟ هيتشينج السايز اوف ذا تشيست، زاد الحجم يقل البريشر يدخل كام؟ 500 سي سي. يبقى حد يقول الميكانيزم على بعضها. How general breathing is produced or rhythmic generation of rhythmic breathing started by self-induced action potential. فين؟ البيضلات والجاتا في الريسبيراتوري سنتر. ما اعرفهمش لسه لغايه الوقت. هتقوم ايه ديسن فايبرز ديسندنج تراكتس ينزل لمين؟ للتيل هورن سيل اوف ذا سباينال كورد. ينشط انهو ماسلز؟ الريسبيراتوري ماسلز اللي انا قلتهم اثنين الدافرام 75% لوحده والاكسترنال انتركوستال ماسلز. يبقى رحت هنا للريسبيراتوري ماسلز متعامله مين الريسبيراتوري ماسلز؟ اتشينج في مين؟ في الفوليوم بتاع الشيست ولا اللنج؟ لا الشيست. اللنج سبسيكوينت للشيست. يبقى شغلها الاساسي مش على اللنج، شغلها الاساسي على مين؟ على الشيست. والترانسميتد تشينج لللنج باي ذا واي اوف التو لير اوف البلوره. ايه اللي حصل لما زودت الحجم يا عبد الرحمن؟ الهواء اللي كان موجود ما يزال له جزيئات ولا لا؟ له جزيئات، بس جزيئاته كانت موجوده في مساحه صغيره. الوقت الجزيئات اصبحت موجوده في مساحه كبيره، فاصبح البريشر هنا اقل. نقوم ندخل كام؟ سالب 2 ندخل 500 ملي هواء. طب السؤال، طب وماذا بعد؟ اللي جاب العفريت يصرفه. يعني ايه؟ مين اللي وسع الشيست؟ الريسبيراتوري ماسلز. مين اللي دخل الهواء؟ توسيع الشيست. ومين اللي وسع الشيست؟ الريسبيراتوري ماسلز. ومين اللي نشط الريسبيراتوري ماسلز؟ الانتير هورن سيل. ومين اللي نشطها؟ وقف بقى، ده هيقف هيقوم ينكمش على اللي جواه، الماسل هتنكمش على اللي جواه. ايه اللي حصل؟ انت عندك 500 مللي هواء زياده، صح ولا لا؟ اللي انت دخلتهم دول 500 مللي هواء زياده يعملوا ايه؟ يعملوا زائد 2 مللي متر متر بريشر. فين؟ في الالفيولار. يبقى الانتر الفيولار بريشر زاد ولا ما زادش؟ زاد بكام؟ ب 2 مللي متر متر. يقوموا يطردوا ال 500 مللي. لا. طب وماذا بعد؟ صالح يرجع تاني عمليه سيلف انديوزد اكشن بوتنشن. تقوم تخش في الريسبيراتوري. السؤال، هل هذا فولنتري ولا انفولنتري؟ انفولنتري. يبقى البيزك نولوجي بتقول ريجوليشن اوف ريسبيريشن از ميلي اوتوماتيك بروسيس، يعني انفولنتري يعني سب كونشس. ولذلك لو في مشاكل نقول ان يكون الواحد يشعر بالنفس خارج داخل، ده بروبلم اسمها ديزنيا. يبقى ديزنيا كونشسنس اوف بريزن، انك ادركت انك بتتنفس. اندر نورمال فيسيولوجيكال كونديشن اي ام انا ويت ريسبيريشن، ما انتش حاسس. لكن لو انت بدات تحس بالنفس اللي داخل والنفس اللي خارج، يبقى عندك صعوبه في التنفس. ديفيكالتي بريزنج، او اسمها مين يا صالح؟ ديزني. اسمها مين يا شباب؟ ديزني. لو خدنا الكلام هنا وبصينا عليه، هو نفس الكلام. بص هنا، ده ريسبيراتوري سنتر استيميليشن ريسبيراتوري سنتر في المضله والمرجاتا اكتف فور 2 سكند ذين ان اكتف فور 3 سكند. This is self induced action potential. ينزل ينشط مين في السبينال كورد؟ الانتيرو هورن سيل. اللي راح لمين؟ اكسترنال انتركوستال ماسل والديافرام. هيحصل كونتراكشن للانسبيراتري ماسل ديافرام والاكسترنال انتركوستال، وبعدين هيعملوا في اللنج هيوسعوا الشيست. زاد يقوم يقل مين؟ الانترا الفولار بريشر او الانترا بالمونري بريشر، يدخل كام؟ 500 مللي. This is the mechanism of rhythmic respiration. سهله ولا صعبه؟ طيب ده انت لسه هتقول هنا شغلانه ثانيه. ايه اللي وقف ده؟ احنا قلنا اشتغل السنتين ووقف ثلاث ثواني. ازاي؟ اللنج دي لما بيحصل لها ستريتش بيطلع منها افرنت امبلس عن طريق الفيجاس نيرف بالمونري فيجاي. البالمونري فيجاي تروح تقول له ابوس رجلك وقف شويه. ليه؟ لو انت فضلت تعمل انفليشن هتفرقع اللنج. فانت لازم تعمل ستوب، هو شغال اوتوماتيك. لازم اعمل له مين؟ ستوب. هتعمل ستوبنج ازاي؟ مع حكة جلدك مثل ضفرك. انت عملت ايه؟ وسعت اللنج عشان ادخل هواء لغايه ما اللنج ده اكتفي بالهواء. ما بين الجدار بتاعه اللنج في حاجه اسمها ستريتش ريسبتور، الفلر ستريتش ريسبتور. الاستريتش ريسبتور متوصله بمين؟ ها؟ فيجال نير بالمونري فيجال. هتروح تعمل انهيبيشن لمين؟ للريسبيراتوري سنترز. يوم يقف
يوم الهواء يخرج وتنفس الصعبه. سهل يا شباب، ده اسمه هيرنج بريور ريفلكس. هيرنج بريور مين؟ ريفلكس. نروح لمور ديتيلز. ها اكسبيريشن طبعا عكس، يعني انا عاوز اقول كده اندر كوايت ريسبيريشن، كوايت ريستنج ريزميك بريزنج، ذا اونلي اكتيف بروسيس از انسبيريشن. انسبيريشن امال الاكسبيريشن باسيف بروسيس؟ يعني ايه باسيف؟ يعني نو نيد فور ماسل كونتراكشن. اكتيف اور باسيف اكوردنج للانرجي اكسبندشر. ان ذا انسبيريشن ذير از انرجي اكسبندشر. فين؟ في الانسبيراتوري ماسلز اللي هي الدايفرام والاكسترنال انتركوست. لما بتنقبض بتطلع طاقه فبتعمل انسبيريشن. لما ترتخي الاستيك ريكويل مع اللنج ساعتها يبقى الكوز اوف اكسبيريشن مين يا شباب؟ حاجتين، ريلاكسيشن اوف انسبيراتوري ماسل دايفرام والاكسترنال انتركوستال ماسل والاستيك ريكويل اوف ذا لنج. ما لو حصل لهم ريلاكسيشن من غير ما اللنج يحصل لها ريكويل مش هيحصل زياده في مين؟ في البريشر. نروح لمور ديتيلز الكومبوننت بتاعت الريجوليشن اوف ريسبيريشن. عندي ثلاث حاجات. اول حاجه انك تولد نبضه للتنفس اسمها ايه؟ جينيسيس اوف ريزميك ريسبيريشن. ده البيزك كنترول بتاعك انك تولد نبضه كهربيه تعمل لك تنفس. يبقى اول سنترز ها جينيريت ذا ريزم البيزك كنترول. طب والسنتر الثاني هل انا محتاج البيزك ريزم ده عمال على بطال ولا لازم يتغير؟ اسالني سؤال، هيتغير ليه؟ لان انا احتياجاتي متغيره. احتياجاتك من ايه؟ من البلاد جازس. يبقى اذا اختلفت الاكتيفيتي اختلفت البلاد جازس اختلفت الاكتيفيتي بتاعت الريسبيريشن. يبقى لازم يحصل تشنج في مين؟ ها في الريسبيريشن. فانا بقول محتاج مجموعه ثانيه تعمل ايه؟ ها موديفيكيشن او ريجوليشن لمين؟ ها للماجنتيود. كلمه ماجنتيود يعني حاجتين، التنفس عباره عن حاجتين، عدد في حجم. يعني لما اقول الفنتليشن بتاعي اتنفست كم مره؟ اقول له 20 مره مثلا. طب في كل مره خدت هواء قد ايه؟ يبقى ده الفوليوم اسمه التايدل فوليوم، حجم اللي بيدخل مع الهواء. اندر نورمال كونديشن بدخله كام وخرج كام؟ 500. اسمه التايدل فوليوم، يعني الفوليوم انسباير اور اكسباير ديورين كوايت كونديشن او ريستنج مين كونديشن. فانت عاوز تعدل في التنفس. انت اديت البيزك بتاعك مجموعه تعمل مين؟ جنريشن للبيزك كنترول. محتاج اعمل له ريجوليشن، يعني ازوده شويه او اقلله شويه، او ما احط مجموعه ثانيه من السنتر تعمل فاين كنترول، ازود الريت، اقلل الريت، ازود الدبس، اقلل الدبس العمق، ازود ال 500، اقلل ال 500، ده كله اسمه تشينج للماجنتيود قوه التنفس. طب وبعدين؟ في بعض الحالات محتاج بقى انك تعمل موديفيكيشن كامل. يعني ايه موديفيكيشن؟ محتاج ان انا اوقف النفس خالص. اوت كام، اما بشرب بوقف النفس خالص. مش كده؟ لما اجي اتكلم بوقف النفس خالص. ممكن اوقف النفس خالص. يعني قمت بالليل كده اجيب اي حاجه من الثلاجه وبعدين الوليه سقط من البيت اتخضت قامت جايبه المقشه وجايبه الدور، فانت قمت واقف كده في جنب وقافل النفس خالص. ايه اللي حصل؟ عامل اثنيا. يعني ايه اثنيا؟ نو بريذنج تمبوري. ها ستوب اوف بريذنج الى متى؟ لغايه ما يحصل ماركت تشينجز في البلاد جازز، تقوم غصب عنك تشغل الجهاز التنفسي. واحد نزل تحت الميه واقف النفس الى متى؟ لغايه ما يحصل تشينجز في البلاد جازز تجبره ان هي تنشط له الريسبيراتوري مين سيل. ده اسمه الفاينل موديفيكيشن في بعض الكونديشن. موديفاير ريسبيراتوري اكتيفيتي تو سيرف سيرتن. زي مين؟ زي السريبرال كورتكس. يعمل حاجه اسمها فولنتري ابنيا انك توقف النفس، او فولنتري هايبر فنتليشن المزاج. يبقى ده ايه؟ موديفيكيشن بسيط. لكن الاساس في الكنترول انك تولد النبضه وتتحكم في قوه النبضه. جنريشن للريزم و ريجوليشن اوف الماجنتيود اوف ريسبيرشن. اول حاجه الميدلر سنتر. مسؤوله من ايه الميدلر سنتر؟ هي المسؤوله من عارف من ساعتها هي المسؤوله عن الجنريشن اوف ريزميك ريسبيرشن. يبقى دي سنترز ار ريسبونسبل فور نورمال ريزميك بريذنج اندر نورمال فيسيولوجيكال مين كونديشن. الميدلر سنتر متصله بالانسبيراتوري ماسل او الريسبيراتوري ماسل ولا لا؟ متصله بالريسبيراتوري ماسلز. الميدلر سنترز كام سنتر؟ اثنين. واحد اسمه دورزال ريسبيراتوري جروب. دورزال ريسبيراتوري موجود في الدورزال بارت بتاع الميدلر. وواحد اسمه فنترال ريسبيراتوري جروب. الدورزال ريسبيراتوري جروب اللي هو البيسميكر بتاعنا. اللي هو اسمه ايه؟ ها؟ البيسميكر اوف ريسبيريشن. يشتغل ثانيتين ويقف ثلاثه. يشتغل ثانيتين ويقف ثلاثه.
يبقى ديت مين ها؟ يبقى جنريتوريزم اوف ريسبيريشن ريبريزنت البيزك كنترول. ايه الدليل؟ ايه الدليل ان ده ها هي المسؤوله عن الجينيس اوف ريزمك ريسبيريشن؟ قالوا انت عندك مين؟ قال عندنا السيريبرال كورتكس، مش كده؟ وتحت السيريبرال كورتكس فيه مين؟ ها؟ ميد برين وبونز ومضله وبلوجاتا ومين؟ وسباينال كورتكس، مش كده؟ فعملوا حاجه ظريفه خالص، قالوا هنعمل كات سيكشن في انيمال تحت مستوى مين؟ سيريبرال كورتكس. عملنا كات سيكشن يعني عزلنا السيريبرال كورتكس عن السباينال كورتكس. السباينال كورتكس ده بتاع مين؟ ده اللي فيه الاوريجن بتاعت المسل بتاعت الريستوريشن. فلما فصلت السيريبرال كورتكس ايه اللي يحصل للتنفس؟ ولا حاجه. التنفس احنا متفقين ان هو اوتوماتيك. السيريبرال كورتكس اشتغل في بعض الاحيان زي هولدنج البريس فولنتر هايبر فنتليشن فولنتر. فعملوا كات سيكشن تحت السيريبرال كورتكس لقوا التنفس نو ميجور تشينج. فقالوا خلاص نعمل تحت مين؟ ها؟ الميد برين نو ميجور تشينج. نعمل تحت مين؟ مين ده؟ البونز نو ميجور تشينج. قاموا عاملين تحت المضله والبلوجاتا. ايه اللي يحصل؟ كومبليت سيسيشن اوف ريسبيريشن، توقف كامل للتنفس. هو احنا ممكن نعمل الكلام ده؟ ممكن نعمل الكلام ده. فين؟ في الهنج. الشد. الشد كله بيعتمد على ايه؟ انك تفصل تحت المضله والبلوجاتا. النخاع المستطيل. لما تقطع العمود الفقري تحت النخاع المستطيل يبقى انت وقفت مين؟ ها؟ ريسبيريشن. Without respiration no life. Without inspiration mean no life. ولذلك بعض الناس يقول لك عنده مش عارف ايه اللي حصل في رقبته فاثرت، حصل هرنيشن للمضله والبلونجاتا من الفورم الماجنم، حصل كومبليت ديستراكشن، حصل ديس. حصل مين يا شباب؟ حصل ديس. معايا يا شباب؟ الاخ اللي بلع لسانه مات ليه؟ حصل انكوردينيشن يورو ماسكولار كونتراكشن، فيوم اللسان يتقلب ويقفل عليه بالفم، مفيش اير دخل، نو لايف. نفس الكلام. معايا يا شباب؟ يبقى ده الكلام اللي احنا بنقول عليه اهو، عملوا الكات سيكشن اللي انا قلتها، وفي الاخر تحت مين؟ المضله والبلوجاتا نو مين؟ نو ريسبيريشن. ايه هي الاجزاء بتاعت المضله ريسبيريتوري؟ قلنا كام جزء يا شباب؟ الدورسال ريسبيريتوري جروب وفنترال ريسبيريتوري جروب. الدورسال موجود فين؟ في الدورسال بارت اللي هي حاجه اسمها نيوكليس تراكتس سيلوتيريس. عاوز تعرف الكومبوننت وعاوز تعرف الكونكشن واهم حاجه بالنسبه لنا في الفسيولوجي الفقري. السايت فين؟ قلنا في الدورسال بارت. انه حته بطن؟ ها؟ تراكتس سيلوتيريس جزء نيوكليس، يعني اللي عاوز يعرفه مش الكومبوننت. يعني ايه الكومبوننت؟ يعني النيورون اللي موجوده فيها تدعم ريسبيريشن. ايوه تدعم. انه جزء في ريسبيريشن ان ولا اكس؟ ريسبيريشن فقط. يبقى هي بتعمل مين؟ كونسيست موست اوف ريسبيراتوري نيورون وبس عشان ام اس كيو. الدورزل ده البيس ميكر يا حاج قديم، البيس ميكر بتاع التنفس، فكله ها انسبيريشن بس. يبقى هو انسبيراتوري نيورون بس. الكونكشن متصل بمين؟ متصل بالريسبيراتوري ماسل. يبقى بينزل تحت يتصل بالانسبيراتوري ماسل. جنب منه على طول فيه مين؟ الفنترال. الفنترال ده بتاع مين؟ بتاع الاكسبيريشن. ينفع تنشط الانسبيريشن والاكسبيريشن في نفس الوقت؟ لا. فنقوم نحط هنا قانون اسمه ريسبروكال انرفيشن. يعني ايه؟ تنبيه عكسي. ريسبروكال انرفيشن اند انهبيشن. يعني ايه؟ يعني انت عندك تو سنتر، مين ده؟ ها؟ انسبيراتوري سنتر، وده اكسبيراتوري سنتر. اسمه ايه ده؟ دورزال انسبيراتوري جروب، وده فنترال انسبيراتوري جروب. ده ينزل يعمل استيميليشن تحت، لمين؟ انسبيراتوري ماستر، مش كده؟ نقول لك ما ينفعش ان السنتر اللي جنبه يشتغل في نفس الوقت، فيقوم يعمل كونكشن ظريف خالص، ده مين؟ الدورزال انسبيراتوري يقول لك هروح اعمل انهبيشن لمين؟ للفنترال انسبيراتوري. ده اسمه ريسبروكال انرفيشن اند انهبيشن، تنبيه عكسي. الهدف منه مين؟ انك توقف الاوبوزنج سنتر. توقف مين؟ يعني لما اجي اعمل فليكشن، مين اللي عمل فليكشن؟ الفليكسور. لازم يحصل ريسبروكال انهبيشن لمين؟ للاكسيتاز. قال لا، هو في ريفلكس في جسمي ما فيش فيه الحاجه دي. معظم الريفلكسز الفازو كونستريكتور سنتر يشتغل، الفازو دايليتور يقف. منين؟ ريسبروكال انهبيشن اند انهبيشن. ما عدا حاجه اسمها بوستيف سبورتنج رياكشن. انت واقف على رجلك كده، كل الماسل فليكسور واكسيتاز كلهم شغالين. ده الاكسبشن الوحيد للريسبروكال انهبيشن اند انهبيشن.
يبقى الكونكشن سنتر اللي خلاص ريسيبروكال انتر كونكشن ويز الفنترال ريسبيراتوري جروب اونلي وان سنتر اكت ات ا تايم. وبعدين نزل تحت على الاسبيرات الماس الفانكشن بتاعته ايه؟ بس انا مش عاوز ده كده. لو بقى ان في حته حديثه فوق منه كده صغيره اسمها البري بوتنجر كومبلكس، قالوا ده هو البيس ميكر الاكشوال حقيقي، لكن ما زال هو جزء من مين؟ من الدورزر ريسبيراتوري جروب. ما زال هو جزء من مين؟ من الدورزر ريسبيراتوري جروب. هنا البري بوتنجر كومبلكس هو رانك فريسنا. بص ده البري بوتنجر كومبلكس، ده ها الفنترال وده مين؟ ها ده الفنترال وده الدورزر. هنا ده البري بوتنجر كومبلكس وجزء من ها الدورزر ريسبيراتوري اللي موجود في الخلف ده. يبقى البري بوتنجر كومبلكس هو الاكشوال بيس ميكر اوف ريسبيريشن. عشان الام اس كيو ساعات نقول لك البيس ميكر اوف ريسبيريشن هو مين، يبقى لو موجود البري بوتنجر كومبلكس هو البيس ميكر بتاعه، مش موجود البري بوتنجر كومبلكس يبقى هو مين؟ الدورزر ريسبيراتوري جروب. ليه؟ لانه لا الفايبر اللي هنا لها كاركترز انها تعمل سيلف اندكشن للاكشن بوتنشال وانهبيتد بالمورفين. مش دخل المورفين معانا، ده بيعمل ديبريشن للريسبيريشن. المورفين بيعمل ديبريشن، فبيعمل ديبريشن ازاي؟ ان هو بيشتغل على البيس ميكر بتاع الريسبيرش، يبقى عمل انهبيشن لمين؟ ها للبري بوتنجر كومبلكس. نروح للجزء الثاني اللي هو الفنترال ريسبيراتوري جروب. حد يقول الكومبوننت او السايت والكومبوننت ها والفانكشن والكونكشن والفانكشن. السايت فين يا شباب؟ ها في الفنترال بارت بتاع المظله والمجرة. الكومبوننت هنا بقى في جزئين، في انسبيراتوري بارت وفي اكسبيراتوري بارت، لكن الميجور بارت هو عباره عن اكسبيريشن. يبقى ذيس از ذا ميجور بارت. ليه؟ لانه ما بيشتغلش الا اثناء الفورسد ريسبيريشن. الفورسد ريسبيريشن مين اللي شغال؟ اقول له الدورسال ريسبيراتوري شغال بس هو يساعد شويه في الانسبيريشن، لكن هو جه جديد لمين؟ للاكسبيريشن. يبقى دي اهم معلومه هنا في الفنترال ريسبيراتوري جروب. يبقى الفنترال ريسبيراتوري جروب يا شباب ها كونتين انسبيراتوري ها مين واكسبيراتوري، لكن مين الاكثر؟ لان الانسبيريشن له سنتر لوحده، كنا زمان نسميه ها اكسبيراتوري سنتر وخلاص. فبنقول كونكشن مع مين؟ نفس التاني بالظبط. مين يا عبد الاله؟ بريفرال وسنترال. سنترال مع الدورزل لازم يعملوا انهبيشن، ما ينفعش يشتغل معاه في نفس الوقت. يبقى دورزال انهبيشن للدورزال ريسبيراتوري جروب وبريفرال مع المسلز اللي هي المسل بتاعه الاكسبيريشن اللي هم مين؟ الابدومينال مسلز ها والانترنال انتركوستال مسلز، مش الاكسترنال، الانترنال انتركوستال مسلز. تعمل ايه الانترنال؟ هتقلل الانتروبستيري دامتر وتقلل مين؟ ها الترانزفيرس دامتر. والابدومينال مسلز هتقلل ايه؟ ها الفيرتيكال دامتر. معايا يا شباب؟ الفانكشن اهو نو امبلس ار جنريتد فروم ذا فنترال ريسبيراتوري جروب ديورنج نورمال كوايت بريزن اكسبيريشن از نورمالي باسيف بروسيس شيرز اونلي ديورنج مين؟ اكتف. هيعمل ايه ديورنج الاكتف ريسبيريشن؟ يدي شويه مساعده للانسبيريشن وهو يعمل اكسبيريشن. يبقى هنا اكسبيراتوري نيورون استيميليت ذا موتور نيورون سبلاينج الاكسبيراتوري مسلز ذا انسبيراتوري نيورون هيلب بس الفورسد مين؟ انسبيريشن. سهله يا شباب. ده مين؟ انا بتكلم على مين؟ انا لسه قدامي خمس دقايق بس، انا بتكلم على مين؟ بتكلم على سنترز ريجوليتنج ريسبيريشن، اول مجموعه ميدالري سنترز بتعمل جينيسيس اوف نورمال ريزميك ريسبيريشن. امال المجموعه الثانيه هتعمل مين؟ موديفيكيشن للماجنتيود بتاعت الريسبيريشن. مين البيس ميكر بتاعك؟ اسال. الدورز ريسبيراتوري جروب لو سبناه شغال على طول هيفتح، هيعمل برولونجد مين؟ ريسبيريشن، فحطينا له سنتر فوق منه، فين؟ في البونس. يبقى المجموعة الثانية البونتاين سنترز. حد يركز معايا يا وائل، البونتاين سنتر وظيفتها ايه؟ ليميتيشن للإنسبيريشن. وكفى الله من شر. ليميتيشن لمين يا شباب؟ جاي مخصوص علشان تعمل مين؟ ليميتيشن للأكتيفيتي بتاعت البيس ميكر بتاعت النورمال ريسبيريشن. معايا؟ اللي مركز معايا كده، يا رب يكون حد مركز ويقول لي يرد عليا ردي يشرح صدري كده. مين اللي وقف الاكتيفيتي بتاعت الانسبيراتوري سنترز؟ البونتاين ومين؟ ها؟ ايوه ريسبتور فين؟ ها؟ الفيجا ريسبتورز. فعملوا حاجه ظريفه جدا، قطعوا البونتاين وقطعوا البلمونري فيجاي. ماذا تتوقع لهذا الانيمال؟ دخل في حاجه اسمها ابنيوزس.
يعني continuous inspiration لغايه ما يحصل فاتيك في الريسبيراتوري ماسل وبعدها مات. يبقى اللي عمل انهبيشن للاكتيفيتي بتاعت الانسبيراتوري نيورون اللي هي الدوردر ريسبيراتوري جروب تو مين بار، واحد من فوق وواحد من تحت من اللنج، عشان اعمل له ايه كومبليت كنترول. This is the main function of مين يا شباب؟ البونتاين. البونتاين جزئين، حاجه اسمها نيموتاكسيك وحاجه اسمها ابنيوستيك. سيبك من الابنيوستيك ده خالص، الابنيوستيك ده مساعد للانسبيريشن، مساعد لمين؟ يعني كانه لم يكن. لكن الكنترول الاساسي الليمتر الاساسي الجديد عندي هو النيموتاكسيك سنتر، البي سايلنت نيموتاكسيك سنتر. السؤال، السنتر دي كونكتد بالماسلز؟ نيفر، مالهاش علاقه بالماسلز. ده هي هتتحكم في اللي بيتحكم في الماسلز. مين اللي بيتحكم في الماسلز؟ الميدالاري سنتر. يبقى هي جاست كنترول اوفر ذا ميدالاري سنترز وذاوت اني ريليشن تو ذا ريسبيراتوري. مين يا شباب؟ ريسبيراتوري ماسلز. هنا اثنين نيموتاكسيك سنترز ها والابنيوستيك، ده تبع الانسبيريشن قلت لك كانه غير موجود. يعني هو بيضغط بس. ده النيموتاكسيك عاوز يعمل ايه؟ ليميت ها الديوريشن اوف انسبيريشن، يعني انهبت مين؟ الدورزر ريسبيراتوري جروب. لما ينهبت الدورزر ريسبيراتوري جروب يعمل ايه في الريت بتاع الريسبيريشن؟ حد يركز معايا، هيزيد يا شباب، هيزيد الريت ويقل العمق. بمعنى انا قاعد اعمل باخد نفس كده، طول ما انت ماشي شغال ده بيحسب لك وقت خمس دقايق، لا هو يخليك بس ثانيتين ثلاثه فيزود العدد. يبقى كان لما يجي سؤال في الام اس كيو which of the following respiratory centers increase the rate of respiration، تبقى هو مين؟ هو جاي عشان كده، هو جاي عشان يوقف الانسبيريشن. ما الدنيا مش كلها انسبيريشن، لازم شويه انسبيريشن وشويه مين؟ فهو بيعمل ليميتيشن للديوريشن والديبث بتاع مين؟ بتاع الانسبيريشن، يوم يزود الريت في الانسبيريشن، يزود الريت في مين؟ في الانسبيريشن. ده بريزنت في الابر بارت ويعمل سويتش اوف للدور ذا ريسبيراتوري جروب. ديكريز الديوريشن في الانسبيريشن حجمه، فحصل مين؟ ديكريز للفيل اوف ذا لان، زود الريت عشان يعوض. طب والعكس هناك في الناحيه الثانيه مش كده؟ تعالى هنا بوينت تو ريمبر، انت عاوز ايه من اللي قاعد تعك تقول لي دورزر ريسبيراتوري وفنترال ريسبيراتوري؟ الكلام اللي انا عاوزه اهم حاجه ان الجينيسيس اوف ريزمك ريسبيريشن اوكير فين يا شباب؟ في المظله. في انه حته في المظله؟ الدورزل. في انه حته في الدورزل؟ ها البري بوتزنجر كومبلكس. بعد كده اسالكم فين الحتت دي بتاخد انهبيتوري امبلز من مين؟ يعني الدورزر ريسبيراتوري جروب جاي له انهبيشن منين؟ ها؟ عد معايا ده ام اس كيو، سؤال ام اس كيو. اول اوف ذا فولو انهبت الدورزر ريسبيراتوري جروب اكسبت جاي له منين انهبيشن؟ ها؟ من النيموتاكسيك سيركس اللي هو البونتاين، وجاي له من الفيجاس بالمونري فيجال، وجاي له منين؟ ها؟ الارتيريال بارو ريسبتورز. الارتيريال بارو ريسبتور بتعمل له انهبيشن، والبريفرال كيمو ريسبتور هتعمل له مين؟ استيميليشن. والبنترال ريسبيراتوري جروب يعمل له مين؟ ها؟ انهبيشن. ركز معايا كده، ريسيف انا كتبت ريجولاتوري سيجنالز لان فيها شويه انهبيشن وشويه مين؟ استيميليشن. البلمونري فيجاي انهبيتوري، البارو ريسبتورز انهبيتوري، الكيمو ريسبتورز مي انهبيتوري او استيميليتوري، هتعرف بعد كده. والنيموتاكسيك ها هو انهبيتوري، هو مين؟ معايا يا شباب؟ المعلومه الثانيه ان الفنترال ريسبيراتوري جروب اكتس اونلي ديورنج مين فورسد ريسبيريشن هيلبنج بوث انسبيريشن اند مين اكسبيريشن. النقطه الثالثه تتخيلها تكون عن مين؟ عن البونتاين سنتر اللي هو مين؟ النيموتاكسيك. ايه الفانكشن بتاعت النيموتاكسيك عبد العزيز؟ ليميتيشن اوف انسبيريشن، ليميتيشن اوف انسبيريشن جاي مخصوص عشان يحجم الانسبيريشن. هيعمل ايه؟ ها ليميت الديوريشن والديبث بتاع الانسبيريشن، فهو بيزود الريت. يعني الريت مش هو جاي مباشره، ده هو جاي نتيجه شغله فحصل زياده. ولذلك يقول لك ايه؟ لو حصل استيميليشن للنيموتاكسيك الريت يوصل ل 30 او 40 ريت بير مينت، ولو حصل ويك استيميليشن ممكن يوصل ل 3 او 5. وصلت الشباب؟ يبقى النيموتاكسيك سنتر فين يا صالح؟ في البونز. شغلته الاساسيه ليميتيشن اوف انسبيريشن عن طريق ها يقلل الديوريشن ويقلل الديبث، فيقوم يزود الريت اوف ريسبيريشن. وصلت الشباب؟ الابنيوستيك سنتر ده في البونز بيعمل ايه داود؟
يساعد الدرزة اللي الدرزة مش محتاج لانه عنده سيلف اندكت. ده الاورجانيزيشن نفس الكلام اهو. ده النيموتاكسيك جاي انهبت مين؟ ها الابنيوستيك حط له في جزء من ضمن مين؟ الدرزة السبايرال. فهو جاي يعمل لهم مين؟ انهبيشن. وده الفنترال ها والاثنين متصلين بالعضلات اللي هو مين؟ الفنترال والدرزة السبايرال جروب. جاي له الفيجاس والجلوس فرنجيال اللي هو 9 و10 ها كرينيال نيرف اللي بنسميهم مين يا سالم؟ بافر نيرفز. البافر نيرفز النيرفز اللي بتمنع التغيرات المفرطه سواء في البلاد بريشر او في الريسبيراتوري جاز. هو جاي عشان الريسبيراتوري جاز هنا فبيعمل بافرين للتشينجز في البلاد جازز يمنع التغيرات المفرطه. مين يقول لي بقى الهيرنج بلور ريفلكس؟ قلته من شاطر يقوله لي. الهيرنج بلور ريفلكس عارفين هو بتاع ايه؟ بتاع البلمونري فيجاي. بس during the inspiration يحصل stretch للان وولز او الوول اوف دي بالمونري الفيولاي سند انهبيتوري امبلس لمين؟ للدورزال ولا للفنترال؟ للدورزال. يوم يعمل انهبيشن يوم يحصل نورمال مين؟ اكسبيريشن. This is a protective reflex. Protective reflex. بس السؤال بيقولوا هو ما بيحصلش الا لما تكون ثلاث اضعاف النورمال. انا كنت باخد 500 في الهواء مش كده؟ في الانسبيريشن. يقول لك لو انت خدت هواء اكتر من كده هيحصل مين؟ الهيرنج بريور ريفلكس. يعني الهيرنج بريور ريفلكس بسام نورمال ولا مع الاكزاجيريتد كونديشن؟ مع الاكزاجيريتد. ما انت لازم تسيب لي مجال. انا باخد 500 طب لو بعمل اكسرسايز ممكن اخليهم 1.5 1500 يعني. بعد ال 1500 بقى اللنج ممكن يحصل لها مين؟ اوفر ستريتش. فنقوم نمنع الاوفر ستريتش عن طريق مين؟ البلمونري فيجاي. واحد شاطر يقول لي how to control the activity of ها الدورزال ريسبيراتوري جروب بالمونري بيجاي ومين الثاني؟ والنيمو تاكسيك سنتر. لما اتقطعوا الاثنين حصل مين؟ ابنيوزس. يعني كونتينوس انسبيريشن تيل فاتيج اوكيرز يحصل سبازموديك مين؟ كونتراكشن في الانسبيراتوري ماسلز. وات هاب ده الكلام اللي انا بتكلم عليه اللي هو الابنيوزس ده. How you can describe define mechanism for genesis of rhythmic respiration. كل السؤال اللي في المحاضره واحده بس هو الجينيسيس اوف rhythmic respiration. انا قلته في الاول بس ما كنتش بدخل السنتر معايا. مين شاطر بقى يدخل السنتر معايا؟ خلاص خلصت. اول حاجه ينشط مين؟ الدورزال ريسبيراتوري جروب. يساعده مين؟ الابنيوستيك اللي معاه فوق. ينزل لمين؟ انتيرو هورن سيل. يشغل مين؟ ديافرام والاكسترنا. يحصل انكريز الفوليوم اوف ذا لانج اند تشيست. يقلل الانترا بالمونري بريشر. يدخل 500 مللي هواء استريتش للالفيولاي بتاعه اللانج تبعت فيجاس مع الابنيوست مع النيموتاكسيك اللي جاي من فوق يوقفوا عمليه مين؟ الانسبيرشن. نفس الكلام هنا. ده رقم واحد نشط اهو مش كده؟ ده الابنيوستيك بيقول لك يعني هو يوقف فوق النيموتاكسيك وينزل ينشط مين؟ الدورزال سبيرال. نشط الدورزال راح للانتيرور انسبيراتوري ماسلز حصل استريتش. مين هيجي من استريتش؟ الفيجاس. راح لمين؟ لفوق ولا لتحت؟ ها للدورزال مع النيموتاكسيك عشان يوقفوا لمده كام ثانيه؟ 3 ثواني. نفس الكلام اهو بيقول اكسبيريشن از باسيف اند ريزلتس فروم انهيبيشن اوف دورزال ريسبيراتوري جروب ثرو ذا فيجاس اند نيموتاكسيك مين؟ نفس الرسمه برضه اسهل شويه. دورزال ريسبيراتوري ينشط وقف مين على طول؟ الفنترال عن طريق ريسبروكال انهيبيشن. بعد كده الابنيوستيك يساعدني سنه صغيره مش فارق معايا. اروح للسباينال كورد اروح للسبيراتوري ماسلز اوسع اللان ارجع بمين؟ الفيجاس. وجاي له من فوق منين؟ من اللي هيجي من فوق من هنا؟ من النيموتاكسيك. سهل يا شباب. اتمنى تكون الامور اي استفسار؟ اي استفسار؟ اللي يتوفى اي حاجه في عندك point to remember. يعني على الاقل point to remember. ماشي يا شباب اي استفسار في اي حاجه؟